والقعدة دي والاجتماع ده، وهيكون أكثر تنظيما إن شاء الله، هنكررها كتير. النهاردة اخترنا مجموعة من زملائنا المشرفين بمهنة الموسيقى والأسامي الكبيرة اللامعة، قدرنا إن إحنا نكرم غصب عني مش بإرادتي مجموعة من الراحلين، واسمحوا لي إن أنا أبدأ بتكريمهم أولا قبل العايشين وقبل الحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تكرم نقابة المهن الموسيقية نقيب ومجلس إدارة السيد الموسيقار الفنان المبدع الكبير ولروحه الطاهرة الأستاذ عبده داغر، ويتسلم الجائزة الأستاذ مصطفى داغر. تقديرا منا لروح الفنان الموسيقار الكبير عازف الكمان الاول في العالم العربي الاستاذ الراحل عبده داغر. تكريما لروح المايسترو الكبير اللي امتعنا على مدى سنوات كبيره الفنان الموسيقار الشاطر طارق عاكف. الرجل المهذب والفنان المهذب والسمعه الطيبه استاذ دكتور اشرف هيكل، اهداء الى روح الطاهره الكريمه وزوجته الطيبه العطره وادائه كراجل عميد معهد يتشرف فيه كل الناس تتسلم الجائزه. مدام اهلا وسهلا. ادم اهلا وسهلا. ادم اشرف هيكل. ادم اشرف هيكل. ادم اشرف هيكل. انا حابه اقول حاجه، انا جيت من سنه وما كنتش متحمسه لما الاستاذ مصطفى كلمني امبارح ان انا اجي التكريم، لاني الوضع اللي انا شفته من سنه انا فخوره بالنقابه وفخوره باستاذ مصطفى واللي عمله، وفخوره ان انا بتكرم، وفخوره ان انا زوجي اشرف هيكل، وفخوره بابنه ادم اشرف هيكل. متشكره جدا ومتشكره يا استاذ مصطفى. ادم ايه يا ادم؟ ده اقل تقدير نقدمه لدكتورنا العظيم دكتور اشرف هيكل. ربنا يخليك ليه. تكريم الى روح الفنان الذي اعطى للفن المصري الكثير والكثير، الرجل الشاطر روح الفنان المبدع ابراهيم الراديو. كبير عازف الكمان الاول في العالم العربي الاستاذ الراحل عبده داغر. تكريما لروح المايسترو الكبير اللي امتعنا على مدى سنوات كبيره الفنان الموسيقار الشاطر طارق عاكف، ويتسلم الجائزه احمد طارق عاكف. استاذ احمد فين؟ فين؟ احمد طارق عاكف. بصوا يا جماعه، بصوا. تعالى يا احمد. شكرا لنقابة المهن الموسيقية استاذ نقيب مصطفى اعضاء مجلس الإدارة، شكرا جدا جدا على التكريم لوالدي ولد عم استاذ طارق عاكف. انا بس هقول حاجه بسيطه، يعني والدي في فرقته الموسيقيه كان حريص على ان اداء الموسيقى يكون مصري بالكامل، ويكون كل المشتركين معاه بالاعمال بتاعته يكونوا كلهم ناس مصريين. في